السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من ساعة صباح وفيها لهذا اليوم. أول إشي الحجامة لها فوائد، منها تنشيط الدورة الدموية. حكايات الحجامة والسيدات، ما الحالات التي قد تلجأ فيها المرأة للعلاجات البديلة، وما ضوابط ومحاذير عمليات الحجامة. بين سيدات يلجأن للعلاجات البديلة وممارسات يجرين عمليات الحجامة وأطباء يبدون تحفظا علميا، يستمر الجدل المتصاعد حول العلاجات الشعبية. فعن سمات عمليات الحجامة الخاصة بالنساء والاشتراطات العلمية لإجراء تلك العمليات دون أن تسبب خطورة على المرأة، تدور حكايات النساء والحجامة في ساعة صباح. لكن دعونا مشاهدينا قبل أن نبدأ هذا النقاش أن نشاهد هذا التقرير من قطاع غزة. أول إشي الحجامة إلها فوائد، منها تنشيط الدورة الدموية، اثنين تقوية المناعة، تعمل توازن بين هرمونات الجسم فيهم، وبتعمل توازن كمان نفسي وجسدي للمرأة. أنا ابتديت من الحجامة تقريبا من سنتين. عامة يعني بالنسبة للتجارب اللي أنا مريت فيها، سيدات اللي بيجوا متعاونين، يعني بيجوا أصلا عارفين إيش هي الحجامة، وفئة يعني كتير متعاونة معي، ويعني الحمد لله يعني بيطلعوا من الحجامة ومستفيدين منها كتير. بنتصل عليهم بعد 3 أيام نسألهم كيف الوضع، بيقولوا تقريبا يعني بيقولوا تحسننا فوق 70% في الحجامة. أغلبية السيدات اللي بتيجي عندي بتكون عندها مثلا أمراض في أسفل الظهر، وجع، هدول كتير بيستفيدوا، عندهم صداع نصفي كتير بيستفيدوا من معي في الحجامة، ممكن وجع أكتاف كمان كتير بيستفيدوا، تنشيط مبايض، يعني هذه كمان كانت كتير منيحة معنا. على حسب، هلا الحجامة احنا عنا ممكن تكون وقائية وحجامة علاجية. الوقائية العلاجية هي اللي بتستغرق وقت، لانه بنستخدم مسارات معينة فبتكون بتاخد وقت، يعني بحدود من ساعة لساعة ونص تقريبا. اما الوقائية بتاخد نص ساعة، ساعة الا ربع. وللحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفتنا في الاستوديو السيدة نادية محمود، وهي ممارسة للعلاج بالحجامة. أهلا بك سيدة نادية. وننوه مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر. صباح الخير سيدة نادية، وأهلا بك. سنبدأ في البداية موجز عن تاريخ الحجامة وكيف بدأت، تعتبر من الطب الشعبي البديل. تمام. بدأت الحجامة منذ قديم الزمان، اشتهر بها الصينيون واشتهر بها الفراعنة، اشتهر بها العرب برضو، إلى أن وصلت إلى عصرنا الحديث. كانوا بيستخدموها زمان، تستخدم في تنقية الجسم من الدم الهرم والأخلاط الرديئة اللي بتمنع وصول الدم بشكل كويس للعضو. طب سيدة نادية، يعني هذه السمات مثل المعروف عن الحجامة، تختلف السمات هذه الحجامة عن السيدات عن الرجال، أم هي نفس السمات أو نفس الاستخدامات بالنسبة للرجال وللسيدات؟ لا طبعا تختلف للنساء، أن المرأة بتمر بظروف شهرية يحصل فيها تغير هرموني وحالة مزاجية، فبالتالي هي بتكون تختلف بشكل أو آخر عن الرجل. يعني طبيعة المرأة أو جسد المرأة يختلف عن جسد الرجل، وبالتالي استخدامات الحجامة تختلف بين الرجل والمرأة. بالنسبة للمرأة بيجي لها وقت الحيض، ده تختلف طبعا عن الرجل، بيجي لها تغير، بيحصل عندها تغير هرموني بداية من نزول الحيض إلى وصولا إلى سن اليأس،
فبالتالي هي بتكون مفيدة للمرأة في هذه الحالة. طيب الفوارق، إذا أردنا أن نعرف الفوارق، يعني هل هناك الأمراض التي تعالج بها الحجامة بين السيدات والرجال تختلف السيدة عن الرجل في علاج الأمراض؟ يعني نفس الأمراض التي تعالج بالحجامة للرجال نفسها التي تعالج للسيدات أم تختلف؟ طبعا لو الأمراض خاصة بالنساء فهي أكيد هتختلف، لكن تقريبا نفس الفكرة، يعني تعمل على، هي فكرتها نفسها ان هي تعمل على استخراج الدم الهرم كذلك من النساء كذلك من الرجال. نعم، ولكن نفس الأمراض ممكن ان تعالج للسيدات وللرجال. وتنضم إلينا أيضا عبر الهاتف من الدوحة الدكتورة زينب المصلح، استشاري أول أمراض السمع والتوازن بمستشفى حمد بالدوحة، وهي باحثة أيضا في مجال الطب البديل والحجامة. أهلا بك يا دكتورة. دكتورة، من المعروف أن هناك دائما الجدل الحاصل بالنسبة للحجامة، وهو انعكاس لجدل أكبر بين الطب التقليدي والطب البديل. كيف يستطيع الإنسان أن يكون في توازن وبعيد عن هذا الجدل، ويعرف متى يمكنه اللجوء بالفعل إلى هذه الممارسات والحجامة تحديدا؟ نعم أختي، مرحبا فيك. الحجامة هي واحدة من أشهر ممارسات الطب التقليدي أو ما يسمى بالطب البديل. بشكل عام الطب البديل انتشر انتشار كبير في الآونة الأخيرة، حتى أن الدراسات الحديثة تثبت أن نسبة استخدامه لمرة واحدة على الأقل وصلت إلى 70-80% في كل من ألمانيا وكندا، ووصلت إلى 40-50% في كل من فرنسا وأستراليا وبريطانيا. في دراسة حديثة في المملكة العربية السعودية وصل استخدام الطب الحديث ومن ضمنها الحجامة إلى 76%. ومع ذلك الطب الحديث يتفوق بمراحل على الطب البديل. طبعا الإنسان العادي وخصوصا ذوي المستوى التعليمي المحدود هم الأكثر عرضة للمشاكل والمضاعفات الناتجة عن هذا النوع من الممارسة، ويأتي دور الإعلام التثقيفي في هذا الموضوع. الإعلام التثقيفي له دور كبير في نشر الوعي، وقبل ذلك القوانين والمراقبات والعقوبات الصارمة للمخالفين مهم جدا للحفاظ على المجتمع من الممارسات الخاطئة. في رأيي إذا توفرت مراكز بإشراف طبي معتمد من وزارة الصحة والهيئات الطبية المعتمدة، ومنع ما سوى ذلك مهم جدا كخطوة أولى للحفاظ على الإنسان العادي البسيط من أي يعني ممارسات خاطئة أو أنه يكون ضحية لهذا النوع من الممارسات. نعم دكتورة زينب، نحن خصصنا حلقات سابقة أكثر من حلقة للحديث عن الحجامة بشكل عام، ولكن حلقة اليوم تتحدث تحديدا عن الحجامة للسيدات. هل تختلف سمات ممارسة الحجامة السيدة عن الرجل؟ الحجامة معروفة بشكل عام أنها أكثر استخداما من قبل الإناث مقارنة بالذكور، لكن التقنية نفسها واحدة. السبب في أنها يعني تستخدم من قبل الإناث أعتقد يعني، لكن علميا ما أثبت ذلك، إلى أن هناك نظريات معروفة كثيرة تفسر عمل الحجامة في جسم الإنسان. طبعا هذه النظريات يشترك فيها الذكور والإناث، مثل نظرية خطوط الطاقة والديتوكس والريفلكس زون، والنظرية المبنية على تنشيط الدورة الدموية وجهاز المناعة، ونظرية بوابات الألم. لكن من بين هذه النظريات نظرية معروفة اللي هي نظرية الهرمونات، وهي قائمة على أن أساس أن الحجامة تزيد من إفراز هرمونات معينة مثل الأندروفين والإنكيتالين والسيروتونين والكورتيزون، وتقلل إفراز البروستاجلاندين. وهذا كله يلعب دور في تقليل الألم. لكن البحث العلمي في هذا المجال يعني نادر ويكاد يكون معدوم، وهو يعتمد على حالات متفرقة أو ما يعرف بالكيس ستدي. وطبعا انتشر بين العوام ان الحجامه مفيده جدا لمشاكل العقم ولخبطه الهرمونات مثل ما الاخت قالت، لكن مع الاسف لا توجد يعني دراسات يعني علميه بالارقام تثبت ذلك. كلها نظريات مبنيه على اساس ان طريقه تاثير الحجامه هي زياده الهرمونات اللي ذكرناها، وهذا لا يعني انها لا تفيد في حالات العقم ولخبطه الهرمونات، انما تعني انها لم تثبت علميا فقط، تحتاج الى بحث من اطباء في نفس التخصص. الدراسات والأبحاث في موضوع الحجامة صارت في عدد محدد من الأمراض والمشاكل الصحية مثل أمراض الشقيقة وضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم وآلام الجسم والمفاصل وزيادة الكوليسترول، بس مع الأسف إنه يعني ما في دراسات كافية في مجال النساء والولادة. نعم، ابقي معنا دكتورة زينب لنتابع في نفس الحديث. وبالعودة إليك سيدة نادية، كما تفضلتي أنت ممارسة للحجامة لبعض السيدات، ما أبرز الحالات التي مارستي عليها الحجامة وكانت مفيدة لبعض السيدات، أبرز الأمراض والحالات؟
بصفة عامة هي مفيدة جدا في حالات الشقيقة. لو جينا للمرأة، طبعا مشاكل الحيض، آلام الحيض، لخبطة الهرمونات، مشاكل تتعلق بتأخر الإنجاب، كل دي مشاكل طب هل هناك حالات محددة مارستها للحجامة وبالفعل لاقت نتيجة في مثل هذه الحالات، يعني في مثل هذه الأمراض؟ طبعا بالنسبة للمرأة ولا بصفة عامة؟ بالنسبة للمرأة تحديدا. بالنسبة للمرأة، آلام الحيض طبعا جابت نتيجة كويسة، تأخر الإنجاب برضو يعني في بعض كان هناك المشاكل. حالات وبالفعل استطاعت أن يكون لها نتيجة يعني. تمام. طب دكتورة زينب، عندما نقول يعني دائما الغلط أو الجدل الواسع يكون بين أن يكون هو الحجامة أن تكون طب بديل أو طب تكميلي، برأيك هل هي يمكن اعتمادها كطب بديل أم طب تكميلي للطب التقليدي؟ هو في الواقع انه يعني هي ليست بالطب البديل، هي طب تكميلي. نعم. هي مكمله للطب الحديث، لا يعني لا يمكن الاستغناء عن الطب الحديث في الموضوع. لكن للاسف يعني الممارسين اللي يعني الغير مؤهلين، لان يعني يعني كثير منهم اخذوها من باب يعني التجاره، و يعني التجاره في هذا الموضوع، فيعني اظهروها انه طب بديل عن الادويه، ويطالبون يعني المريض ان يمتنع عن تناول الادويه والخضوع لجلسات حجامه فقط. وهي يعني من الاشياء اللي يعني المنتشره بين الممارسين بشكل كبير مع الاسف. نعم. طب دكتوره، ما هي ابرز المآخذ التي تؤخذ على يعني على المعالجه بالحجامه باعتبارها يعني الذين يعارضون، ما ابرز المآخذ التي تؤخذ عليها؟ هو ربط الأطباء والعاملين في القطاع الصحي لهذا النوع من الممارسات يرجع إلى الفجوة الكبيرة بين الممارستين. أقصد يعني ممارسة الطب الحديث مختلفة تماما عن ممارسة الحجامة أو الطب التقليدي. دراسة مختلفة، اختيار العلاج مختلف. مثلا يأتي المريض للممارس أو الحجام يطلب منه الحجامة في مكان معين، يعني يطلب ممارسة بعينها، بينما في الطب الحديث لا يتدخل المريض في اختيار العلاج، لا يطلب دواء معين ولا يطلب إبرة في مكان معين. الطب الحديث ايضا مبني على قواعد علميه وثابته وراسخه، اما الحجامه ينظر اليه انه موروث ديني ثقافي فقط. بالنسبه للمأمونيه ايضا في الطب الحديث لابد من اثباتها قبل البدء في العلاج في الطب الحديث، بينما تمارس الحجامه كممارسه شعبيه ثم نبحث بعد ذلك عن المأمونيه والفاعليه. وهو في النهايه مرفوض ومقاوم من قبل يعني صانعي القرار، شركات الادويه والحكومات، وبالتالي يعني مرفوض من قبل الاطباء مع الاسف. نعم. طب دكتورة زينب، باعتبارك باحثة في مجال الطب البديل وبالحجامة تحديدا، هل يمكن استخدامها للسيدات كوقاية من الأمراض وليس كعلاج فقط؟ ما في مانع أبدا أن يستخدم كوقاية، وفي هدي نبوي واضح في هذا، يعني من باب يعني الموروث الديني احنا ناخذه، او السنه النبويه احنا ناخذه كوقايه لبعض الامراض. لكن هو اهم شيء في الموضوع انه كيف يمارس وعند مين يمارس وايش الاجواء اللي تمارس فيها الحجامه، هذا اهم من انه يستخدم كوقايه او كعلاج. المشكله الكبيره تحصل في انها تمارس في اماكن وبيئات غير مناسبه للممارسات الصحيه. نعم. سيده ناديه، اخر حاله مارست فيها العلاج في الحجامه، ما هي كانت توصيف الحاله وكيف يعني والعلاج كيف تم؟ كانت حاله تعاني من الام الحيض، طبعا بنعمل لها حجامه في اماكن معينه ولمده معينه على فترات، وطبعا بفضل الله بقت افضل يعني. طب المده التي تستخدم فيها الحجامه يعني كم المده الزمنيه ولا يتعلق حسب كل مرض؟ تقصدي المده الزمنيه في وضع في عمل الحجامه نفسها؟ لا، ممارسات يعني عدد الجلسات الحجامه التي تمارس على المريضه. هي لو كانت للعلاج تعمل على عده جلسات، يعني بين كل جلسه وجلسه تقريبا شهر. لو كانت للوقايه تعمل مرتين في السنه. طب هل هناك أوقات محددة في الشهر يعني تفضلين ممارسة الحجامة وتكون أنفع في ممارسة الحجامة من غيرها من باقي أوقات الشهر؟ طبعاً بالنسبة للسيدات طبعاً. بالنسبة للسيدة طبعاً نتجنب فترة الحيض، لأن هي بتمر بتقلبات مزاجية وتقلبات هرمونية وتقلبات هرمونية، فبالتالي نتجنب الفترة دي، ده بالنسبة للنساء. لكن وأفضل بصفة عامة الأوقات. نعم.
وأفضل الأقوات بصفة عامة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أراد الحجامة فليتحرى 17 19 21. في الأوقات دي هي الأوقات المفضلة. نعم، ونتوقف الآن مشاهدينا مع مجموعة من المعلومات الأساسية حول الحجامة وبعض النصائح للسيدات، لنشاهد معا. سيدة نادية، هناك من المعروف عدة طرق لممارسة الحجامة، ومنها المعروف الجافة والرطبة. عادة أنت أي طريقة تمارسين وكيف تتم هذه العملية؟ أولا الحجامة الجافة هي وضع الكؤوس مع السحب بدون تشريط. الحجامة الرطبة هي اللي بيحصل فيها خدوش وإخراج استخراج كرات الدم الحمراء الهرمة. يعني حسب الحالة، في حالات تستخدم ليها الحجامة الجافة مثل الأطفال وكبار السن أو في بعض المشاكل الصحية الأخرى. كذلك الحجامة الرطبة هي يعني ثبتت نفعيتها أكثر من أو تفوقت على الحجامات الأخرى. بس الأطفال من سن كم سنة نادية ممكن يعملوا الحجامة؟ يعني لو للضرورة من سن 4 سنوات، لكن لا أحبس هذا يعني. طيب دكتورة زينب، من المعروف عادة والطب أن الحجامة لا تعمل للأطفال، تجرى للأطفال الصغار، هل هناك عمر محدد للأطفال لإجراء الحجامة؟ هي وضع القوانين ومحاذير يعني لاستخدام الحجامة، فهي لا تستخدم، ممنوعة تماما، يعني أن الواحد يحتجم أقل من 12 سنة. نعم. طب بالنسبة دكتورة زينب، مثل ما معروف أن الطب الحديث هناك دائما دراسات جديدة وهناك تطوير دائما وأشياء جديدة تظهر كل يوم، هل الحجامة تطورات أو هل الحجامة طرق جديدة للعلاج؟ هو يعني للأسف أن يعني الأبحاث العلمية المنتشرة في مجال الحجامة قليلة جدا، وهي نفسها يعني طرق الحجامة نفسها القديمة الموروثة يعني من 5000 سنة قبل الميلاد إلى الآن. اللي تطور في موضوع الحجامة هي استخدام الكؤوس، يعني كانت تستخدم مثلا كؤوس البامبو يعني قرون الحيوانات، بعدين تطورت إلى استخدام الكؤوس المصنوعة من البلاستيك، بعدين إلى الزجاج. أدوات الشفط تطورت أيضا، من مثلا قديما كان يستخدم الفم في الشفط، في عملية الشفط، وبعدين تطور الموضوع إلى استخدام الشفاطات اليدوية، وبعد ذلك تطورت الشفاطات اليدوية لاستخدام الشفاطات الكهربائية في بعض المراكز.
فالتطور صار في يعني الأجهزة والأدوات المستخدمة ليس في التقنية نفسها. لكن عملية التقنية يعني طبية قننت في أن مثلا عدد الدقائق في وضع الكأس قبل التشريط وبعد التشريط، يعني التقنية نفسها خضعت إلى دراسة طبية، وإن إيش الأفضل وإيش اللي يظهر يعني بعد كم دقيقة تبتدي تظهر الأعراض الجانبية للحجامة، إيش هي الحجامة المطلوبة، كم عدد الشرطات المطلوبة، هل هو كمية الدم المطلوب اللي تطلع من الحجامة، أو إن المطلوب إن هي عملية التشريط كما ورد في الحديث شرطة محجم وليس يعني كمية الدم الخارجة. يعني التغيير البسيط اللي صار يعني لا يكاد يذكر يعني بسبب التطور يعني في التقني اكثر عام. ما هو نعم. طب دكتوره ما هي الامراض التي بالفعل اثبت العلاج بالحجامه فائدتها؟ هي الابحاث انحصرت في عدد قليل من الابحاث، من ضمنها في ابحاث صارت على الشقيقه وعلى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والام الجسم والمفاصل. يعني هذه يعني جميع الابحاث دارت حول هذه المشاكل. في نقص شديد، نعم في نقص شديد جدا في يعني في الدراسات الطبيه، وفي يعني فجوه كبيره بين الممارسات الطبيه الحديثه وبين استخدام الممارسات التقليديه او الحجامه. نعم. العودة إليك سيدة نادية، ما هي الحالات التي يحظر عليها ممارسة الحجامة؟ يعني ربما تأتي إليك سيدة تريد أن تمارس الحجامة وترفضين ممارسة الحجامة، ما هي الحالات؟ طبعا بنرفض طبعا حالات الخوف الشديد، في سيدات يبقى عندها خوف شديد، طبعا في حالة غسيل الكلى، المريض اللي بيغسل الكلى من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع طبعا ده محصور عنه عمل الحجامة. طبعا المريض اللي يعاني من مرض القلب وركب جهاز تنظيم ضربات القلب، طبعا مريض سيولة الدم، النساء الحوامل طبعا نتجنبهم في 3 شهور الأولى. نعم. ومشاهدينا نأخذ هذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد، ونذكر مشاهدينا أنه يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة. ومعنا عبر الهاتف مروة. صباح الخير مروة. من فضلك أنا كان عندي 3 أسئلة في الموضوع الشيق اللي أنتوا بتتكلموا فيه دلوقتي. أنا كنت لسه بفكر من قريب أن أنا أعمل يعني حجامة، وشوية كنت بسمع أنه في مشكلات لاحتمالية تلوث أو مشابه، وخصوصا مع الحجامة الرطبة. نعم. وتاني حاجة كنت عايزة أسأل على الألم أثناء الحجامة والأي يعني المعافاة بعدها، هل أنا محتاجة فترة مثلا كام يوم لحد لما أحس أني أفضل؟ هل في ألم أثناء الحجامة؟ نعم. السؤال الثالث، يعني لو أنا مثلا عندي إجهاد في الجسم عايز أعالج الإجهاد وعايز أعالج الصداع ومثلا التهاب مفاصل أو خشونة في الركبة، هل محتاجة كام جلسة؟ وهل الجلسة مثلا الواحدة ينفع يتعالج فيها 3، ولا صداع لوحده في جلسة والخشونة لوحدها في جلسة، وبيحتاج وقت قد إيه؟ أنت تشكين مروة من الإجهاد والخشونة المفاصل وصداع بيجي لي بين فترة والتانية والصداع. شكرا لك مروة على هذه الأسئلة. وأيضا معنا عبر الهاتف أحمد من الدوحة. صباح الخير أحمد. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. تفضل أحمد. الله يبارك فيك يا عم. والله أنا كان لي تجربة مع بالنسبة لموضوع الحجامة، نصحني صديق لي بموضوع الحجامة ولكن بفضل الله جابت نتائج كويسة جدا. ولكن عندي سؤال للأستاذة، بالنسبة لحالات أوقات بيحصل مثلا دوخة أو حالات مثلا إغماء، فإيه اللي ممكن إن أنا أعمله في هذا الوقت على أساس إن أنا أتجنب الموضوع ده في أثناء عمل الحجامة يعني؟
نعم، أنت تعاني من ماذا؟ كان لك تجربة مع الحجامة، صف لنا هذه التجربة. وبفضل الله جابت نتائج كبيرة جدا، خاصة مع كنت تعاني من ماذا أحمد؟ الظهر. أحمد يعني من ماذا كنت تشكي؟ من أي مرض وعالجته بالحجامة وكانت لها نتائج جيدة؟ كان عندي في أسفل الظهر فقرات كان فيها تعب وألم شديد، تمام، بالإضافة كان عندي خشونة دايما بسبب الشغل والقعدة دايما وكده، كان عندي خشونة شديدة جدا في الركبة. نعم. تمام، ولكن بفضل الله بعد عمل الحجامة تمام استغرقت مني في الركبة لثلاث مرات. نعم. تمام، كل شهر مثلا كنت بعملها مرة، وبفضل الله جابت نتائج جميلة جدا. أما بالنسبة لموضوع الظهر تمام، عملتها مرتين وبفضل الله ما عاد في أي شيء الحمد لله. ولكن أنا كان سؤال حاليا في حالة مثلا بيحصل أوقات دوخة مثلا، أو إغماء ساعات بيحصل، أو يعني قيء أوقات، أو ارتفاع في بعد عمل الحجامة يحصل ارتفاع في سخونية أو كلام من ده، فإيه المتطلب اللي المفروض أن الشخص الحجام أو الشخص نفسه أن هو يعمله بعد إيه؟ بعد موضوع الحجامة. نعم، شكرا لك أحمد على هذا السؤال. أنتقل إليك دكتورة زينب. تطرقت السيدة مروة لبعض النقاط، تلوث واحتمالية تلوث الجسم أو المواد في الحجامة، وخاصة الحجامة الرطبة. كيف يمكن للشخص الذي يريد أن يمارس الحجامة أن يتجنب هذا الموضوع؟ الحجامة تعتمد على المكان اللي يمارس فيه الحجامة. طبعاً يعني انتقاء المكان وانتقاء الممارس، المنتقاء يعني المؤهل أو الحجام مهم جداً. يعني احنا كاطباء وعاملين في القطاع الطبي نرفض تماما عمليه اجراء الحجامه في البيوت وبدون اشراف طبي. وتوجهات دوله في قطر يعني حديثا ظهرت من قبل شهور، والتنظيمات يعني كلها يعني تطالب بان جميع الممارسات في البيوت تنتهي، ويعني يكون عليها رقابه صارمه. لا ينبغي أن تتم الحجامة في البيوت أبدا. الحجامة يجب أن تكون في مراكز متخصصة لهذا الغرض، ويفضل أنها تكون تحت إشراف طبي، يعني ممارس الحجامة يكون تحت إشراف طبي. المأمونية هنا ترتفع، يعني ترتفع كثيرا. طبعا مشاكل انتقال الدم تكاد تكون معدومة في المراكز التي يعني يكون عليها إشراف طبي. بالنسبة للسؤال اللي سألته عن الألم، هو تسأل الألم عن الألم أثناء المعالجة والمعاناة بعد، يعني الذي لم يمارس قبل هذه المعالجة، تسأل عن الألم وما بعد الممارسة. نعم، هو الألم أثناء الحجامة يكاد يكون معدوم، والسبب في أن يعني عملية التشريط هذه تكون يعني بمثابة خدش سطحي يشبه كثيرا عملية سحب الدم بالإبرة. نعم. يعني لا يتعدى الألم عن نفس الألم اللي يحسه المريض أثناء سحب الدم. يقل الإحساس بالخدش بسبب أن الممارس يضع كؤوس ويشفط الجلد لمدة من 3 إلى 5 دقائق. هذه عملية الشفط هذه تكون بمثابة تخدير للموضع اللي يصير فيه التشريط. فالألم يقل كثيرا أثناء التشريط بسبب يعني عملية الشفط ما قبل الحجامة، ما قبل التشريط. بالنسبة للآلام اللي بعد التشريط يعني تكاد تكون معدومة ويعني لا تذكر. يمكن هي المشكلة اللي يعاني منها الكثير هي الحكة في موضع الحجامة، وهذا ناتج عن التئام يعني أماكن التشريط، وطبيعي جدا. وبالتالي شعور طبيعي. نعم. سيدة نادية، يعني تطرقنا لموضوع وهو جدا هام، يعني التلوث من خلال عمليات الحجامة وما يصاحبهم بعض الملوثات. كيف تتجنبين هذا الموضوع، وما هي الإجراءات التي تقومين بها عند ممارسة الحجامة؟ طبعا التعقيم حاجة مهمة جدا، تكاد تكون أهم حاجة في الحجامة. طبعا بيتم التعقيم بمادة الكحول، طبعا لبس القفازات طبعا ده شيء مهم.
أيضا بعد الانتهاء من الحجامة طبعا يكون يتم تعقيم جسم المريض مرة أخرى. نعم. وأيضا عبر الهاتف معنا خيرة من الجزائر. صباح الخير خيرة. صباح النور سيدتي. أهلا وسهلا، تفضل. أنا بغيت نشارككم في الحجامة، لأني أنا من 2006 أنا نمارس الحجامة، وكان عندي الرابو بنسبة 80%، وشفيت منه تماما لحد الآن أنا نمارس الحجامة، واللي أدت أمراض والروماتيزم، كانت عندي الروماتيزم وشفيت منها تماما، وأنا الحمد لله الحمد لله زعما لا أشتكي من أي مرض. طب. ولحد الآن أمارسها مرة في السنة أو مرتين. طب سيدة خير، الذي يمارس لك هذه الحجامة هو طبيب أو ممارس؟ طبيب مختص، طبيب مختص هنا في وهران في منطقة الغرب من الجزائر يمارسها لي. كان في المرة الأولى عندما كانت عندي نسبة الرابو ب 80% كان يدير لي جلسات، مارستها في العام الأول درتها 6 مرات في العام، والسنة الزوجة الثانية مارستها 3 مرات بجلسات حتى شفيت تماما والحمد لله. كانت عندي الحساسية الرابو، كنت في حالة لا يرثى لها، ولكني الآن الحمد لله. وأنصح كل مسلم على أن يتم أن يذهب لعمل الحجامة، لأنها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وشكرا. نعم شكرا لك، ابقي معنا سيدة خيرة لنعرف رأي الدكتورة زينب. هل هناك بالفعل كما تفضلت السيدة خيرة دكتورة زينب حالات تشفى نهائيا من بعض الأمراض من خلال الحجامة؟ نعم، بالنسبة للربو اللي ذكرته وأمراض الروماتيزم، أتذكر أن مر علي بحث علمي قام به أحد الأخوة الأطباء المصريين في المملكة العربية السعودية، وعالج فيه فعلا الربو عند الأطفال بالحجامة، وكانت النتائج جدا يعني طيبة في هاي المجال. نرجع نقول مرة ثانية إن إحنا نعم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كلنا مؤمنين ومسلمين ونعلم أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم واضح في الحجامة، لا خلاف في ذلك. الخلاف في إن هل هناك يعني دراسات بالأرقام تثبت يعني فعالية هذا النوع من العلاج أو لا، النقص في هذا في هذه الجزئية فقط. نعم، نعود إليك سيدة خيرة، ممارستك للحجامة تقولين تمارسين منذ عام 2006، هل تكرار هذه الحجامة بوصفة من الطبيب أم أنت ارتحتي عليها وقررتي الاستمرار عليها؟ أنا ارتحت عليها ولا أذهب للأطباء أبدا، ما أمارسه هو الحجامة فقط، وهذه شهادة لله وأقسم عليها إنني لا أعاني من أي أمراض، وأمارس الحجامة من 2006 حتى يومنا هذا عند الدكتور عبد الرحمن صالحي في الجزائر هنا في وهران. وأنا وأنصح كل من وكانت عندي ابنة عمتي عندها طفل كان يبلغ من العمر 5 سنوات وكان عنده كذلك الربو، ونصحتها بالذهاب إليه وشفي تماما، كان لا يلعب لا مع الأطفال ولا يذهب إلى البحر ولا حتى يمارس أي شيء. وعند ذهابها للحجامة شفي تماما وأصبح يلعب مع الأطفال، حتى كأنه كان يجري، إذا جرى شيء قليل يبدأ ينهج ويمرض ويكح، وهذا شفى منه تماما. شكرا لك. ولحد الآن ما زالت الأم تأخذها للحجامة مرة في العام. شكرا لك سيدة خير على مشاركتك لنا عن تجربتك الخاصة، ونتمنى بالطبع لك الصحة والسلامة. دكتورة زينب، عندما يتعلق ممارسة الحجامة بأكثر من مرض كما تطرقت السيدة مروة عن الإجهاد في الجسم، التهاب المفاصل، الصداع، هل هذا يتطلب من ممارسة الحجامة لكل مرض على حدة، أم يمكن ممارسة الحجامة وتشمل عدة أمراض في نفس الجلسة؟
نعم أشكرك على هذا السؤال. يعني للأسف أن الممارسين يعني في مجال الحجامة يعتقدون أن لكل مرض يعني موضع ويجب أن يعني تتعدد مواضع الحجامة في الجلسة الواحدة. يعني حتى لو راقبنا نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجامة نرى أنه لم يزد في حياته كلها عن استخدام كأسين إلى 3 كؤوس في المرة الواحدة. لكن مع الأسف درى صور ومقاطع فيديو يعني لممارسين الظهر من أعلاه إلى أسفله مليان كؤوس بالعشرات. طبعا هذا يعني أخطار يعني كثيرة جدا وممكن يعني يسبب فقر شديد في الدم وحاد ويلزم علاج طارئ. واحنا ننبه ان يعني الاكثار من عدد الكؤوس حتى لو تعددت المشاكل الصحيه يعني ابدا ما له اي اهميه. هي فكره الحجامه قائمه على نظريات، والنظريات هذه ان يعني مثلا نظريه بوابه الالم تعتمد على ان احنا في اماكن معينه في جسم الانسان اذا عملنا لها عمليه اثاره بالكؤوس او بالتشريط هذه تساعد على اخراج الالم من جميع الجسم، فما يحتاج اني انا احط الكاس في اعلى الظهر في اسفل الظهر على يمين الظهر وعلى يسار الظهر. هي في مواضع طبعا يعني مدروسة ويعني معروفة في الطب أين تضع الكؤوس في بعض الحالات. لكن إذا تعددت الأمراض في أكثر الأماكن انتشارا أو أكثر الممارسات أن تضع الكأس في أسفل الرقبة أو منطقة الأخدعين أو اليافوخ، وهذه الثلاث أماكن هي من هدي النبوي. وفي نفس الوقت أثبت الطب الحديث حتى في دراسات صارت في أوروبا وفي ألمانيا أن هذه المناطق الثلاثة أماكن فعلا حساسة يعني استخراج الألام والتعب والأمراض من الجسم. نعم، وأيضا معنا نأخذ هذا الهاتف من حجام من سوريا. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. أهلا وسهلا بك، تعرفنا عليك. أنا اسمي عبد الرحمن علاوة من سوريا وسهل. حجام، تفضل عبنا. وعندي ممارسة 15 سنة بالحجامة. نعم. وبالنسبة للحجامة، أفضل حجامة هي أوصف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حجامة الكاهل. نعم. والكاهل مفيد تقريبا لكل شيء بالجسم، بخصوص إذا كان الربيع 17 19 21 من الشهر الهجري. نعم. وطبعا في حجامات خاصه، الحجامات الخاصه ليست بحاجه الى تاريخ. طيب سيد عبد الرحمن، باعتبارك ممارس الحجامه منذ 15 عام، هل هناك فرق بين ممارسه الحجامه بين السيدات والرجال؟ هلا الرجال بشكل عام المناسبه للحجامه اكثر من النساء، لانه النساء تطرد مع دم الحيض شيء يعني كثير بريحها من الامور بتصير عند الرجال كجلطات وتخثرات الدم وهالامور هي يعني. نعم. فالرجال من بعد عمر 18 سنه كثير ضروريه للحجامه لو انه مره في العام. النساء من بعد سن الياس ضروريه لهم، لانه بصير في اختلاط هرمونات وبصير اضطرابات وكذا عندهم يعني، فيفضل لهم كمان. هذا الكلام اذا ما كان في يعني ضروره لحجامه خاصه. نعم. حجامة خاصة مثلا مثل آلام الدورة الشهرية، مثل بعض حالات العقم، هالأمور هي يعني. طيب سيد عبد الرحمن، ما باعتبارك معالج أيضا بالحجامة، ما أبرز الحالات والأمراض التي عالجتها ولقيت شفاء تام بالحجامة؟ والله في بعض حالات الضغط، هلا هو الضغط مرض واحد بس له مناشئ مختلفة، في بعض حالات الضغط، بعض حالات السكر تروح سنة كاملة، في كمان موضوع خفقان القلب. نعم. خفقان القلب ما له طب نهائيا غير الحجامه، بروح سنه كامله، كمان سنه كامله ما بتجي نهائيا خفقان القلب. في حالات الشقيقه بشكل عام كمان، اذا كانت شقيقه بتستجيب، بس في حاله عندي ما استجابت طلع في عندها ضغط في العين مرتفع، عملت ليزر مش حالها. نعم. اما الشقيقه اذا كانت مشخصه شقيقه فحتما الحجامه بتفيدها باذن الله. طيب. شكرا. المفاصل كمان. نعم. شكرا لك عبد الرحمن على مشاركتك لنا في هذه هذا الهاتف. شكرا لك. وايضا معنا عبر الهاتف الدكتور احمد من الكويت. صباح الخير دكتور احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيكم العافيه. تفضل دكتور احمد.
هو بس بعض المعلومات البسيطة أن الحجامة ورد فيها أحاديث صحيحة كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. نعم. ونحن باعتبارنا مسلمين فإننا مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما الدراسات الطبية الحديثة ورد بعض الدراسات ولكنها قليلة، فنحن نهيب بالأطباء وبالمتخصصين وبالمهتمين من الأطباء أن يهتموا بهذا الباب ويجروا الأحاديث، يجروا الأبحاث المهمة التي تفيد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الكاهل والأخدعين ثلاثا، من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتجم وترا، يعني أن تكون كما أن الحجامة تجرى في الأيام الوترية من الشهر العربي في الأسبوع الثالث، في 17 والتاسع عشر والواحد والعشرين من الشهر، في أيام وترية. فإن الحجامة أيضا تجرى بأعداد وترية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الكاهل والأخدعين ثلاثا، ثلاث كاسات. وكذلك احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه من صداع كان فيه، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه. فهناك مواضع كثيرة حسب الآلام وحسب المواضع. نحن كمسلمين نحن نأخذ الحجامة باعتبارها نعم. يعني سنة، يعني نحاول أن نحسن النية في هذا الموضوع بالطبع، أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من الذهاب إلى الأطباء وإجراء التحاليل. نعم. شكرا لك، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. شكرا لك، شكرا لك دكتور أحمد. دكتورة زينب، بالنسبة لحالات تطرق السيد أحمد قبل قليل سؤال عن حالات الدوخة التي تصاحب ما بعد ممارسة الحجامة، وبعض الأحيان يتم يعني الاستفراغ وما إلى ذلك، كيف يمكن معالجة هذه الحالات؟ نعم، هناك في حالات دوخة وحتى تصل إلى درجة الإغماء أثناء الحجامة وبعد نعم. الحجامة مباشرة. وهذا يعني يخلينا نأكد قضية أن الحجامة يجب أن تكون في أماكن مأمونة ومراكز طبية وتحت إشراف طبي، لأن في هذه الأماكن يتم قياس ضغط الدم والسكر قبل وبعد الحجامة. في هذه الأماكن يراعى في وضعية المريض، في هذه الأماكن يؤخذ تاريخ المرض بشكل كافي، ويعني من خلال يعني أخذ تاريخ المرض نعرف أن هذا المريض عرضة للسقوط أو للدوخة أو لانخفاض ضغط الدم المفاجئ أثناء عملية الحجامة. هي عملية الحجامة تشبه بحد كبير عملية سحب الدم، فالشخص اللي عنده دوخة أثناء سحب الدم أو ممكن يصل إلى درجة الإغماء أثناء سحب الدم عرضة لأن تحصل نفس الدوخة والإغماء أثناء الحجامة. نعم. لكن هذا ما يمنع من ممارسة الحجامة لهذه النوعية من المرضى إن تطلب الأمر أو احتاج الأمر، لكن تحت إشراف طبي وتحت وضعيات معينة وفي أماكن مأمونة وتحت يعني نقيس للضغط قبل وبعد. نعم. ونقيس السكر قبل وبعد، نتأكد من مأمونية بالعودة بالعودة إليك يا سيدة نادية، من المعروف أن الحجامة هي من الهدي النبوي، كيف نستطيع أن نسخر العلم في إقناع الناس بهذه الطرق؟ يعني كيف نقنع العالم أن هذا بالفعل يعني هذا هو علم وهذا هو، يعني أنت كيف تشرحين للناس الذين يأتون عندهم نظرة مغايرة للحجامة أو لا يريدون إجراء الحجامة؟ وكما أخبرنا الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دي طبعا محتاجة بحوث، طبعا أماكن اللي احتجم فيها الرسول الأخطعين والكاهل والينفوخ وظهر القدم. نعم. طب دكتورة زينب، باعتبارك أنت أيضا طبيبة وممارسة للحجامة، كيف تسخرون العلم في وباحثة أيضا، كيف تسخرون العلم في إقناع الناس في الحجامة بأنها من الهدي النبوي الشريف؟ هو يعني الطب البديل بشكل عام والحجامة بشكل خاص كلها تنقصها الدليل العلمي والبرهان، ومع الأسف تنقص الكثير من الأخلاقيات الطبية في الممارسة من قبل الممارسين نفسهم، والممارسين نفسهم ينقصهم التدريب والتأهيل الطبي. أنا ما أقصد إن تكرار وعدد السنوات، أنا أقصد تدريب وتأهيل طبي. حتى كليات ومعاهد التدريب محدودة على مستوى العالم، ويعني غالبا مع الأسف أن الحجامة تمارس بشكل غير مرخص فيه
ولا تمارس بصورة نظامية وتمارس تحت ظروف وأجواء غير صحية ولا تخضع لرقابة في كثير من دول الشرق الأوسط بما فيها الخليج. مع الأسف الحجاب مصحوبة بالعديد من الادعاءات والخدع من قبل الممارسين الغير مؤهلين. يعني يأتي الممارس ويقول إن الحجامة هذه شفاء لكل الأمراض، حتى في المراحل المتقدمة من الأمراض، حتى في مشاكل السرطان، حتى في مشاكل يعني مثلا فشل الكلى والكبد. لكن صحيح في ندرة في البحث العلمي وشح في عدد الممارسين والأطباء المؤهلين، والسبب الرئيسي في ذلك أن هناك ندرة في مصادر المعرفة، هناك ندرة في البحث العلمي، حتى أن هناك قوانين وقيود كثيرة في بعض الدول تحد من القيام بأبحاث في هذا المجال. في المقابل هناك تسيب وقلة صرامة من قبل الجهات المسؤولة للممارسين غير النظاميين. نعم، وننوه مشاهدينا أننا لم نعرض صور لممارسة الحجامة للسيدات حرصا على الخصوصية بالطبع. سيدة نادية، بالنسبة للعناية اللاحقة للمعالجة بالحجامة، ما هي العناية التي تتطلب الذي تعالج بالحجامة؟ هل هناك عناية مخصصة؟ طبعا بنصح جميع المقبلين على الحجامة بعد عملية الحجامة طبعا بالراحة من يوم إلى يومين. بعد عملية الحجامة يتم تناول العصائر والفواكه، نبتعد طبعا عن الأكل الدسم، عدم طبعا تعرض لأشعة الشمس المباشرة، عدم بذل المجهود أو لعب رياضة عنيفة. نعم، شكرا لك نادية. ومشاهدينا نعتذر عن الفيلر الذي ظهر قبل قليل، التعليقات التي ظهرت قبل قليل وهي كانت لحلقة سابقة. وننوه مشاهدينا بهذا تنتهي مشاهدينا حلقة اليوم من ساعة صباح. نشكر ضيوفنا الذين كانوا معنا في الاستوديو، السيدة نادية والدكتورة زينب مصلح كانت معنا عبر الهاتف. ونشكركم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، ونتمنى لكم صباحا جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.